الحمد لله والصلاة والسلام على حضرتك سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد ما انهينا الحديث عن اليوزرز مكملين إن شاء الله بإذن الله مع التولز. والتولز دي قائمة مستقلة شوية في كلب وورد بريس خاصة بالإمبورت والإكسبورت، وفيها مجموعة من الأدوات اللي جدا رائعة بمعنى الكلمة. أولهم شايف أنت العلامة بتاع بريس ذس دي. القصة دي بمنتهى البساطة ان ووردبريس بيحاول يوفر لك فرصة انك تحاول، لو انت كنت مثلا بتعمل براوزنج على الويب وحاجة معينة عجبتك وعايز تعمل لها بريس على المدونة بتاعتك، يعني عايز تنشرها في المدونة بتاعتك، دي هي التول اللي بتدي لك الابيليتي دي. طيب هي بتشتغل ازاي؟ انت بتمسك دي وبتحاول تحطها في البوك ماركس بتاعتك، يعني انا مثلا شغال على جوجل كروم فحطيتها في البوك ماركس بتاعتي، تمام؟ وكنت موجود مثلا على يوتيوب وكنت بسمع لقصيده من قصايد الرائع الشاعر عبد الله حسن اسمها اخترنا لك، قصيده جدا رائعه يا جماعه وعجبتني وعايز احطها في المدونه بتاعتي، فاروح على اللي انا عملت له بوك ماركينج في بريس ديس ده، اروح ضاغط عليه مره واحده، هلاقي ايه اللي حصل؟ هلاقي ووردبريس عمل لي ايه؟ كتب لي الاسم في الاسم، وادرج لي اليوتيوب في الفيديو، وقال لي الفورمات اختار، وفرد لي الكاتيجوري، وفرد لي التاج، وقول لي بس انت اعمل ببلش. انت يعني عيوني، ها؟ انت بس اتقشر يعني. تمام، ديت التول انا من ليف طبعا عشان مش عايز انشرها، ديت التول تبع ووردبريس اللي اسمها بريس ذس. الجانب الثاني في الكاتيجوري، كاتيجوريز والتاجز كونفرتورز، هي مسؤوله انها تعمل الاثنين، تبدل ما بين التاج للكاتيجوري اور فيرسا، من الكاتيجوري للتاج ومن التاج للكاتيجوري. وسبق ان احنا وضحنا القصه بتاع الفرق ما بين التاج والكاتيجوري. طب انا محتاج اني ابدل ما بين الاثنين ليه؟ ربما اكون انا اقصد تاج وبعدين رحت عملت كاتيجوريز، او انا اساسا عايز اخد التاجز بتاعتي علشان اضيفها لمدونه ثاني ككاتيجوريات، او اضيف اخد الكاتيجوريات اللي عندي واضيفها لمدونه ثاني كتاجات، علشان كده بلجا لعمليه الكونفرتنج دي، ودي هتيجي في الامبورت يعني. تمام، طيب خلينا ده بالنسبه للافيلابل تولز. الامبورت بقى والاكسبورت، الاثنين دول مسؤولين عن ان ووردبريس عايز تجيب منه كونتنت من محتوى تاني على قلب ووردبريس، ها، او عايز تطلع كونتنت ده في الامبورت، او في الاكسبورت انت عايز تطلع كونتنت من عند ووردبريس عشان توديه على كونتنت مانجمنت سيستم تاني. طيب ووردبريس بيدي لك كومباتيبلتي مع مين؟ مع بلوجر از كونتنت مانجمنت سيستم، مع بلوج رول، كاتيجوريز في ستاكس اللي انا كنت بتكلم عن كاتيجوريز والتاكس كونفرتورز اللي احنا كنا بنحكي فيها، اللايف جورنال لو انت عايز تامبورت تاخد كونتنت من لايف جورنال ابي اي، ار اس اس، تامبلر، يا نهار ابيض. ووردبريس نفسه بيديلك الابيليتي انك لو عايز تاخد حاجه من ووردبريس تاني. الويزرد ده يا جماعه بجد والله رائع جدا جدا جدا، انا ممكن اجربه مثلا مع تامبلر بس مساله تاخد مني حبه وقت ومحتاجه شويه ابي ايات، وانا على ما اظن يعني اني ده ممكن نخليه في سيشن تاني، او اقصد انا مش عايز اطلع بره اهدافي يعني، بس انا مش قصدي اني اشرح امبورتيشن دلوقتي، بس انا بدي فكره عن النورد بس فيه ممكن اني ادي لك الابيليتيز دي. الجانب اللي جاي كان خاص بالاكسبورت، اكسبورت معناه انت عايز تطلع حاجه من قلب ووردبريس، عايز تطلع كل الكونتنت، ها، عايز تطلع البوست بس، البيجز بس، الميديا بس، عايز تطلع كل الكونتنت، ها، انت بمسابه ايه في الاكسبورت؟ انت بتحاول تعمل باك اب للبوستس والبيجز والميديا بتاعتك، تمام كده؟ طب لما انا اعمل لها اكسبورتيشن هتطلع مثلا على هيئه ملف اكس ام ال، هيبقى ووردبريس يقدر يعمل لها امبورت، ها، من فين؟ من ووردبريس نفسه بعد ما انت بتعمله انستول ناو وبتاخد الكونتنت بتاعك، تمام؟ ديت الفكره، بس ده مش معناه، ها، ده نقطه ومن اول السطر بلاقي وركز بالكلام اللي جاي ده، ده مش معناه ان مفيش بلجنز بتعمل لك باك اب، او انت في الـ في 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 السيرف في الـ في الهوست، يعني عند الشركه اللي انت عامل منها الهوست هتلاقيها هي اوتوماتيك مثلا على حسب الفيتشرز وعلى حسب فلوسك بتعمل لك باك ابات مثلا كل اسبوع، كل 15 يوم، مره كل شهر وكده يعني. ده ناهيك عن القصه دي، بس احنا لما نيجي نتكلم عن الباك اب في الموقع هنتكلم عن بلجن بتعمل باك اب، بس ديت تول من ضمن التولز اللي جدا قويه قويه بمعنى الكلمه يا جماعه، انها هتعمل لك اكسبورتيشن للكونتنت بتاعك. يا رب اكون وفقت في شرح التولز، انا مش كنت عايز نطول والله، بس بجد الوزارد بتاع الامبورت يعني محتاج كلام كتير. يلا اللهم خير ان شاء الله باذن الله، وفينا نفرد سيشن اذا الناس سالت. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.